لهنا رانا جهة شون دو مارس لهنا. ها بسم الله، ها نشوفوا واش كاين جديد. قال لك انا بدنا نخدموا، عطاهم شهر في يدهم، هاني اون فيرا نشوفوا الخدمه تاعهم كيفاه دايره. هاي سقسيوا هذا السلام عليكم. سقسيك معليش، هادي من قداوي هادي البوبال هادي حشاد والله هكذا هنا تبرنا ملحنا. عندها سمانة، عندها سمانة هذه هنا. قد عندها؟ عندها سمانة وهي مطيشة كيما هكا. سما قبل ما يخرج الوالي، خي سمعت الفيديو اللي خرج الوالي نهار الأربعاء باللودوز، اليوم لوديسات اليوم. روترات. وين خرج روترات؟ خرج كونترولي واش روترات هذا؟ حملة تحسيسية هذيك تاع لي كونترول. أها، تحب تقول حاجة هكا على النظافة في عندنا. أنا هدرنا قبل أخويا والله كرهونا. أخي خرج اللودوز وحنا وشي اليوم؟ احنا الاثنين احنا. لوديسات اليوم. 17 خمس ايام عندهم 17 قداه شهر في يده. قال له شهر نشوفوا عنبه تولي كما بكري لاكوكات. اه لاكوكات هم يهضروا برك اخويا، قلت لنا بالهضره. ثم هذه قداه عندها؟ قلت عندها واحد سمانه هذه كيما صافي ديال لوديس، هذه من لوديس ولا لوناف وهي كيما هكا هكا با تشونجمون. ومشي غير هنا اخويا بارتو بارتو، وين تروح في عنبه تلقى الزبله بارتو مهما بلاصه، حتى في لي بلاج، حتى البلايص اللي كيما نقولوا حنا تروبوزي فيهم بلايص لي فامي لي جاردا بارتو الزبله. خلاص واش قلت يا اختي؟ السلام عليكم. سلام عليكم. كتاسكو حتى وتسفها مصخه كيما عنبه. لاباس احنا الحمد لله. شوف اه قال لك لاباس، واش من لاباس؟ انا فوق لاباس هذه رانا مش لاباس. هكذا نروحوا نشوفوا شويه واش كاين في. شوف شوف اخويا وانا هنا وانا اخي هضرنا قبل. تحب تقول حاجه؟ توصل حاجه هاي ايش فيت انا نهار كي صورت لهنا هاي تحب تقول حاجه؟ هاي النظافه ونيفو النظافه لهنا اخونا. ها النظافه اخويا انا بقيله الريحه قتلتني، وليت دزيتها بالباليه دزيتها عليا اللي هي باه نخدم باه ننصب انا باه نخدم. اللي عاد يشم الريحه المرضى عاد يشموا الريحه، الدقاق الصغار يشموا الريحه يا خويا، والراحه ودمه صلوتك والراحه اخويا يخدموا على ارواحهم. اي والله هذيك 7000 ماذا بينا اخويا، عنبه ديما نضيف الحمد لله. من نهار هذاك ما كان حتى شونجمون ماله، من نهار ما يعديوش خلال. احنا في بعضنا نلموا رواحنا نشيلوا صاشيات ونعمروهم ونحطوهم لهيا. ام يعديو ساعه ساعه ولا ما يعديوش؟ هذيك 20 الف. شكون يعديو ساعه ساعه ولا ديفام؟ ديفام يعديوش خلاص اهم الصغار اخويا والله يا اخويا يعديو ساعه ساعه. مي كيما تقول انت عديو يعديو ساعه ساعه، كاع نشوفها ما كان حتى حل قاعد يعدي ويطلوا برك يزوروا برك زياره لهنا. قول ها قول خونا ها ما يجيوش خلاص هنا. قال لي ساعه ساعه من ساعه ساعه الشعب انا قاعد نشوف. ها يسفى الشعب يسفى احنا والله ديما نهزوا شوف ها والله ديما نهزوا احنا وحشاك حتى كلش البول هنا في القراعي كلش تسمى الامراض الناس يعديوا تاع البيطون فاها فركة تلقى البيطون وتما كاين البيطون تما البيطون تيشوف فيه في الزبله بيطون اه يخدم دار ويخمج الحي حتى الشعب مش قليل كي بين خلاص الشعب وشي مش قليل. ايوا النظافه خويا بداها من روحك وتهدر على النظافه كي يعود انسان نظيف تما باينه يقدر ينظف الحي ديالو بس كي يعود بعد خامش باينه راه يتقبلها. انا نلومش انا نلوم اللي حاكم من فوق البلديه وصواري مسكين يعطي في صدوره بس في مدمره خطيين بلديه خويا يمشي هو بالامر بالامر بلديه حتى هو نظف ساكن تحكي على العمال انت العمال حتى شعر رئيس البلديه شوشان وجماعه كلها حرامية وبونديه البلديه يعطي في صدوره بس في مدمره العمال خطيئه العمال العمال مساكن قاعدين ياكلوا في الخبز لاهين غير في لي برو يقول له واخر لاهين غير في لي بروجي اللي فيهم اللي بيجي الكبار هذا بارك شوشان كلاها عنبه شوشان هذاك كلاها 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 عنبه هو او خرج له الوالي قال له عطاه شهر قال له نشوفوا عندنا بقيش تولي احنا نشوفوا اخويا دور هنا احكي الماء 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 اخي الناس صيف لازم يسيبوا الماء الماء قسم بلا كاين بلايص بشهر ما يجيهمش ما يشريو في الماء بالسوارد سيترنا ب 150 الف
وراح يلحق الزوالي للماء للماكلة للتريسيتي للقاع. ما كانش تضوى باك اللي متادية لا ضيف خلاط تريسيتي اللي ساكلي ميمشيش خلاط اللي ماتيزال ميمشيش ما كانش خلاص ريسيتي وكره والله كره العبد احنا الله شو ناس اخويا ما نحكيلكش ثم محطمونا حطمونا خلاص يا اخويا واش احنا ننقلوا الواقع الى المواقع وهم عم يشوفوا اخويا سواء المير ولا رئيس الوالي باش يغيروا احنا ما نسبوا حتى واحد هم لازم يخدموا اخويا لازم لا انت مسؤول اخدم اخدم خي تقول انا قادر عليها ولا شتي انا ثلاثة خطرات نطنطي في الفلوكة وما صلحت ليش وزيد نطنطي وزيد نطنطي وزيد نطنطي حتى انت تصلح لي بقى نخرج منها البلاصة هذه انا ما قدرش نعيش فيها في الدنيا خويا ظلم حقرة للبارح واحد طاك سيارة هنا خويا قال لي ما حبش يحركها بقى ننصب قلت له علاه تقول غير انت الخبزة قلت له ما ناكلوش مع كيفية خبز في الحلال شنا بالحرام الحلال ناكل الخبز شنا الحلال ثم الحلال حرام ما ندورش بيها الحمد لله بلاد حلال نكلوا الحلال بركة أخويا هذا وش راح نقول لك وبركة الله فيك وربي يعين إن شاء الله أخويا هيا تهلاو في رواحكم هلا و بربي تتغير هنشوفوا درك احنا أول شيء لو 17 أونفيرا قال لك عطاهم الشهر نقول تولي عنبة كيما زمان هايا يسحتوش وشهر ما سحقوهاش أخويا يسحتوه قالوا له مسحق برئيس بلدية يقول غير سحتوه هذا مش حكاية دي ديما مش أخاف الخطرة دي من جا كي هي كيما تكتب قبل كانت ملاحة قبل من جا هيك ما كتبت من جا احنا ننزلوا معك مش هالأولى مش هالثانية مش هالثالثة من جا هيك ما كتبت مش كما قلنا مش في العمال مساكن ما غالب عمال يعطيك فيش تاني عيني ومن الفيصة يعطيك فيش صدوره يكره له حياته بيمدهم له وهو شغله وحاكم كبيره ويدير في لي زافير وبطاطي مالا خويا شو شان ارحل مالك طبق نم هاي تهلاو مع الولاد هاي صحة هاولا انا كلش كاين لهم كلش كلش سما قداش بقات 25 يوم ما زالت هو قال شهر احنا نشوفوا على الشهر احنا وبعد ازمه بعد شهر اعتزل انا ما عادش نصور اي والله لكن ما كان حتى شونجمون نبقى نقلق في راسي انا جات لوكازيون اخويا قال لك شهر هاي نجربوها اخويا نعملوا النيه ها كيما يقولوا جماعه معسكر زي نيتك نزينوا نيتنا خويا ها شوف هنا هذيك لابان في حالة خلاص شوف هنا نبقاو غير نصور ولا هنا في البوبالة ولا كيف ها هاي اون كومونس هاي تشو وي جو هنا رانا في البلاصة يعيطوا لها هذه شون دو مارس شوف الطريق هذه حفرة حفرة في الطريق ها جامي جاولة هنا تشوف هاك وبالة لهنا ها هل عندها شوف لهنا هاك تشوف كش ما كش ما طلوا كش نهار لهنا السلام عليكم سقسيك هذه هي كي مكة شحال هي كي مكة البوبالة لهنا قاعد تشوفها من خلقتي بالك انت بي قاعد تشوف شفت انا طفاها الحشيش مازال صاحبي تشوف خويا سلام حاج سقسيك انت تخدم تاكسيه لهنا نو تعدي نادي نادي واش تشوفها قال لي كي غير نطفاها هذه الحشيشه ونايل جو بونس بان لي كي غير نطفاها هذه واش رايك انت يا خويا واش راح نقول سب رؤيتك واش تشوف يا خويا عندنا بادي غراداسيون طوطال بادي غراداسيون طوطال بارتو انا في سونتر فيل لا سونتر فيل خي قال لهم الوالي نعطيكم شهر وشوفوا الخدمه يا اخي خلاص كي غير الوالي قال لهم نشوفوا الخدمه تاع المسؤولين تاع النظافه تاع هنا نظفناها احنا انتم من نظفتوها نظفوها احنا ثم تم وليتوا عمل النظافه احنا ساعات بنادم ياكلوا 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 قلبوا ياكلوا قلبوا ولا مخه ياكلوا قلبوا على السياره تاع السياره هم اللي نطفوها تاع السياره تاع شو اسمه تاع
حجار سيركويت الحجار هم اللي يأكلهم قلبهم باش ينطغيوا تكسيارة هم اللي نظفها منا حتى الله تدور أنا واحد من الناس نظف سما دي أديني في قلبها نابة صاحبي هذا السنتر فيلا مش احنا كي نظفو شاندما هذا صاحبي احنا كي نظفو مش نحن نحيو الحشياش فهمتك سما انت قلت نظفو مش سما مش عمل نظافة انتم اللي نظفتو نحيو لي زور دير هذا مقرأ تكسيارة حبت بقى انت قول تمصل ميسان نورمال هنا نصور لما تحب غير الصوت معلش الصوت والصوت على مدي بيا عندهم واحد 15 نيار لتكسيرهم الإيطاليين توعيوا هنا وقتها هنا بالأربعة جبنا كرتون أنا واحد من الناس جبنا كرتون مسؤولين مسؤولين قايمين على ولادي مسؤولين اسكو قاعدين تشوفوا من الخدمة قاعدين يخدموا سيرتي أنا مش مكومبيتون وبعاد خلاص على مش بعاد خلاص بعاد 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 شحال نعطيهم المستوى تاعهم تاع الحضانه قبل الابتدائي قبل ما يدخلوا للبريمير هل النيفو تاعهم نقولوا حنا كي نحط واحد كي نعطوه نيفو النيفو هذا ما الخدمه تاعهم النيفو طريبا طريبا المستوى ثم اقل ثم المستوى تاع الحضانه نقول لك تاع بدا التدريج بدا يددش بدا يددش وبدا يددش ويعرف ويعرف عنده يمس ويعرف عنده ما كان حتى مستوى ما كان شوف حكمين لنا اي منا حتى الله طول حكمين لنا عنابه دوك حكمين لنا عنابه كيما حكمين لنا عنابه حكمين لنا عنابه في الكوطي كوطي ود بقرات او تاع سريدي حاكم هاول بينا تاع المير تاع سريدي وين قاعد يخدم لا خلينا نهضروا نصب مع عنابه هذه سي ناو تحكمها المير تاع سريدي عنابه وندي عنابه هنا نقول نهضروا عندي عنابه بلديات بلديات احنا عنابه البوني نهضروا عنابه والله سوبرفيسي تاع سريدي كيما نقولوا راسي واش راسي هذوما الناس اللي يعملوا لايف اللي يعملوا لايف يقول لك عنابة خش العنابة بروفون انا في البروفون احنا في حاله احنا في 23 كيما احنا 2023 رحت الجي في رمضان حرجت انا في الجي في رمضان ضيفه مش مضيفه بروبر الجي الجي هاك تسمع اخويا ها مي هذا ما قاعد يبعثون في ليبي جي من ألجي هذا ما جماعة عنابة هذا ما قاعد تشوف كيما يا أخويا أنا أقول صراحة يختم عبرك شكون المهم هو اللي حاكم اللي يقول أنا قاعد نخدم يا أخويا أخدم ولا يختم يختم مش كاب مسؤولية أخته عنابة كبيرة عليك باينة خلاص ما دوك الوالي خرج عنده أم وخمس أيام من يخرج قال لهم أنا نسحق نعطيكم شهر حنا نشوفوا الشهر هذا بدا بينا حنا كيما يقول نحسنوا النيه كيما يقولوا ها نزينوا نيتنا ولا لا مازال ما كملش الشهر ها نديكوفري راهي اختينا بركه هذايا ماكيلي نتايا ومنتخب وعندك ايلي ومنتخب وديتي الواحد وقال الله قال الرسول وتقتضيوا بالكتاب والسنه وسما كاين هادشي رحت لولي راس اسمعي كلامي كبير عباك بوطاوات جدد خلاء وش عملوا نحاوهم نحاوهم وحطوا عاودوا حاجه جد ومش وش مش علين مش مش علين افهمها انت راني نعلم راني نعلم اخي فاهم راني نعلم نحاو لي بوطو قدم نعلم حطوا جدد نعلم كوريبسيون انديريكت ومش مش علين ومش مش علين جدوني صورته كوريبسيون انديريكت هيا ربي يعاونك الله منيح ماشي صح حط عنابه برك يبقى ياخذ الصوت نتاعك شوف الفيديو هيا ويلكم من عنابه هاش صافا واش الحمد لله كيف الحال ملاحه شويه الحمد لله ملاحه صافا والله سخانه سخانه برك ونيفو حاجه اخرى واش واش مني هكا هاك تشوف فيها اللي بوتا النوار هي ما عجبوكش هذاك ها جهه هذيك اه اي جهه شفتيها في حاله ملاحه ولا قلت لي قلت ملاحه انت اه في حاله انت المولي عاد نشوف ولات ملاحه تلمو ولات نورمال تاعت نورمال فيها نورمال اه عاد الناس عاد تشوفها هذه نورمال يعني هذه شوفوا فيها نورمال ربي يقدر الخير ان شاء الله خويا هاي نصوروا شويه لي بوكي دو فلير هاي هاي هنا شوف هنا رانا يشعلوا النار لابخي باش يليميني ويشعلوا النار ها هاي شعلوا النار ها ها الكونتينر قالوا الميلو ما نطيحش ها هنا بلاصه شوف هادي جاردان كان واحد البلاصه في غرونوبل تشبه لها هادي كيما هادي البلاصه والله هي لا بلاصه في غرونوبل سي
شفت حتى الاسم تاعها غرنابل غرنابل ولا قار راحوا جهه ال هنا مقفوله. هنا الحشيش ناضك تشا ها عندك جامي جاو لهنا ها جامي جاو لبلاصه تاع شافها وبال جاردان هذا شاف هنا تبين لك جامي جاو لهنا نسطيو منا هذه لا بلاصات قلت شون دو مارس لازم يبدلوها مادام اللي بان هذوما سي بون ولا عليهم الظهر هذوما صاي ريحه صاحبي حتى الشعب يطيشك تشوف هذا تاع المغازان لا ضم كان حتى العظم تاع الماكلة هنا المكازان نورمال ما يحسبوها ما فيها تشوف لهنا ها ها بابا بابا شوف شوف هنا وين يطيش شفت ندخلو في السنتر القويل واحد السخانة 40 دقري يا أخو هذا نطلع باطيم وقريب رابط عنابة كي جايبني الدنيا تزعزعت تزعزع خاطري نص الليل هاك تشوف ها هانا خونا اشي تروطوار هو اللي قاسو يعاودو نورمالمون ها انت يا اخي مخدوم بتروطوار اخويا كي تكمل البروجي تاعك خاصه 6000 مليار عاود تخدموش نورمالمون هكذا الخيوط ها اعمل لقطه كيما كغطي هذا الخيط هذا ها يعدي طفل صغير ولا ها نهار كي تكمل نتواي جهتك برك شغل هنا نبغى ديكوفري واش كاين خويا السلام عليكم واش تشوفها هنا واش من القراعية دم تاع ما تاع جي دم تاع تاع البولة تاع الوسخة البولة هذا يقولوا في القراعي الناس هذا خاص عليها قريب 6000 مليار وهاك تشافها السلام عليكم واش تشوفوا فيها الحالة راك ما تبانش بعد اهدر اهدر وحك الحالة راهي كارثة الكارتي دار وقلبه زبالة بالطريق بالزبلة من ناحية الزبلة من ناحية البلدية الجامعة الداوة جامعة الداوة جامي شفناهم هكذا والله جامي شفناهم يا اخي خرج الوالي وقال لهم اونديري نعطيكم شهر في يدكم وخدموا برك غير خدموا برك سينو هاو بوانوار واحد ما ريكلام عليه هذا بوانوار ها هاني جيت اليوم اخويا ولات مبالغ لا ولات تلحلح وانت طيش ولات الدنيا كامله عباك شحال البور تاع النبا قداه هنا كان واحد 200 متر البور تاع النبا بلان سنتر فيل هذا قلب عنابه ما بقاش انا قلب عنابه 50 متر على البلاكه تاع قلب عنابه ها يا خويا انا نصور واش نديكوفريو ها والارض قعدت تحس فيها قعدت طاحت طيح هذا قريب رابط على النبا كي بنا هذا كي تزيح فلا نهار تريب على النبا ها هكذا ها ها مالا جميع الدولة انا تاع لابيسية انا قلت لي يا خويا انت ولد بلاصة انا دخلنا رحبة زراعة لهنا رحبة البوبالة مش رحبة الزراعة رابط رابط ديارة كيف تشقق شو كيف مهودة هذا بناء هذا وليد الكلش ريب الدنيا كاملة شوف
واش نعطيوك رحبه الزرع ولا رحبه البوباله ولا رحبه الزبله حاشا واش نعطيوها الاسم هذه واش فيها رحبه بوباله رحبه بوباله رحبه بوباله دي شويه بها تلاقيش حنا نعرف اليوم اثنين ملا جامي عداو تاع البلدي لهنا جامي نيفر نيفر قالو قالك جامي عداو هذا ابو الديار هذا هذي تاع 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 الحوان تاع هذيا ما يعملوا كيما قلت ديبان تاعهم ها هذا قاعد يحط في الكرتون بيرد دو طون هنا ضيع الوقت يجي لي نتواي مسكين على شاه ما السخانه هذه اسكت برك صورتهم أيوة دخلت رحبة الزراعة هنا هذه تكوينات الحوانت هذه لاغارا يمنى لاغارا هو اللي خدم البروجي هذا يعاودوا يكونفوكيو هذا السلام عليكم شتي هذا وقت خدموا هذا البروجي هذا تاع التروطوار عندهم قد عندها تقريبا عندهم هاد 5 سنين ولا اكثر بالك 2019 18 واش تشوفها هنا كاس خراج بيك نورمالمون اللي يخدموا يعاودوا كونفوكيو نعم نعم راك تشوفها انا باغي نخدمها كامله شوف ليه برك شوف ليه برك اللي خلص عليهم هو بيان سير هذا اللي خدم التروطوار تاع النابه جديد هذا ها عنده قال لك انا شفت عليها 2019 اربع سنين هذه الخدمه هذه او خالص عليها هو ها دركا تلقاها نورمالمون عامل فواياج في ساديبون في الاسبان ولا ساديبون وين دركا في الترك ولا يقول لك الجزائر الجديده بيصير الجزائر الجديده تعجبه هو بالنسبه لي هو افير هو شبيك قرطوح حلوك شوف هاي لاكار منها لاكار لاري بيجو هاك شوف واش اخونا السلام صافا وصح والله لاباس ربي يهنيك ربي الله يسلمك واش تقول لنا على النظافة على الأوساخ الأوساخ هي باينة أنا بكري كانت نظيفة وكانت ملاحة نحكيو على اليوم احنا واليوم ما بقاتش النظافة كتشوف الناس كل خمس كي الكبير كي الصغير كبير يخرج من القهوة اسبوع تاع قهوة قدامه السلة يدير هاك يطيش احنا مشنا بعد على لاكار يا ربي 200 متر على لاكار 200 متر قول 200 يعني واش المدينة كاملة تشوف فيها عالم كبير يطيش صغير يطيش ما كاينش حتى ليني ساعة واحد تحكم وتقول له علاش شوف كاينة سلة ويقول لك ما كاينة سلة نقول لهم كاينة سلة طيرتوهم كلهم كل مع واحد عامل واحد العام طيروها واحد العام نحكيو على اليوم احنا اليوم ما كانش سلة طيرها الشعب خماس قاعد يطيش الشعب تاع النظافة اللي يجيو مش قاعدين ينظفوا يعدي يحب يخلص بركة هاي الزبلة مطيشة بونتي بركة بونتي ويروح سلام انا وكان يهز لي باين هكا ذاك اللي قدام هكا شكاين هي كلها ما كيهز تاع الكاميون هذوكا بصح ما شفناش بالياري بالي كي بكري هكا ويلم الزبلة ويحطها في الواحد ما كانش شوف قال لك وين حاطينها وين فوسي هنا وين ويحطها لك وين روكارا وكي تصب كون تصب المطر تدبوشة وتفيد الدنيا ويقول لك هذه بلاد هذه وكي يروحوا لاوروب كون يطيشوا كاغت يتحاسب يديروا له برص صح. يعرف يمشي قد واللي يعرف التمر واللي منظم وبلاده يخرب فيها بيديه بعد
هذا واش غير انا ايش فيه هنا ثم الحاله اخي ايش سمعت كي خرج الوالي هنا بين قوسين انا مشني سياسي ولا حاجه انا كيما انا كي انت انا قال لهم اونديري ما عجبتوش اونديري هو تفاجئ كيما يقول كي شاف الاوساخ وعايش في عنابه ما يعرف وش عطاهم قال لهم نعطيكم الشهر رئيس البلديه وتاع البيك هذوما عادوا هاربين بالروح قال لهم نعطيكم الشهر في يدكم يعطيهم الشهر يخدموا ولا كان عطاهم الشهر باش يخدموا هم يخدموا هم يخليهم ولا كان ما يخدموش يجيبوا ناس عباد تخدم انت لازم عابين يخدموا يجيبوا لي عابين يخدموا لازمك لا ما عندهمش الامكانيات المشكله مش في في, في الاموال الامكانيات الامكانيات احنا نشروها بالمال انا حاجه واحده نعطيك المال انا اخويا تفضل انا حاجه واحده انا راني ضد الدوله فها وضد المسائل ومع البالي خدام الباليات في حاجه واحده والله بيتيهم يخلص مليح خلصوهم مليح وعذبوهم مليح انت حتى الشيء اللي يخدموا به ما عندهمش الامكانيات اللي يخدموا بها ما عندهمش الاجهزه اللي يخدموا بها كوم الفو صح ثم البلديه ما عندهاش بيجي مش معناها مش معناها بيجي يخرجوا البيجي يا خويا لازم يعودوا يديموا الخزينه تاع الدوله التنظيف باش تعود كاين وزيد كاين حاجه اخرى من جابوا الطريقه مداروا لما الحوانت عادوا يخلصوا عادي خلصوا تاع الزبله المهم كاين بيجي هذاك يدخلوا يعطيك الصحه انا حكيت مع واحد القهواتي واحد القهوه قال لي اخويا بعث لهم واحد الورقه تاع البلديه قال لهم تشيلوا لي بانه تاع 200 لتر هذوك قال لك خرجت للسوق باش نشري ما لقيتش راك فاهم ولا مش فاهم؟ راني فاهمك ولا راح يطيش هو البوباله قال ما لقيتش باش نشري قال لك يجيبوها لنا اخويا ونخلصوهم ويحطوها لنا اخويا قدام الحانوت ونخلصوهم تفهمني انا راني فاهمك دوك كي تقول لي اسمع اسمع شوف انت الامارات كانت صحراء ولا لا عندنا من الاموال عندنا من الاموال وعندهم هم اللي خدموها هم عملوا اتفاقيات مع شركات عالميه جابوهم لي زالمون جابوا لي زاميريكان جابوا لي زونغلي جابوا لي زالمون وخدموا لهم تما يجيبوا اليد العامله من باكستان من الهند وشوف لهم كاش ولات بالاموال بالاموال والوقت مسؤول وقت هنا عند الاموال مي ما عندهمش الافكار من يجيبوا كيما يقول جمال افكار ايجابيه اللي حاب يقول لي دي بوزيتيف يا اخي انت ما تعرف قال لك اعمل كيما جارك ولا حول باب دارك انت ما تعرفش جيب اخويا شركات عالميه اخويا وفر لي ديجان مش قضيه شركات عالميه مش هديه القصه احنا كنا احنا ما عندنا شركات عالميه وكانت البلاد نضيفها وقت شادي كانت البلاد نواره كي كانت وقت نحكي على درك احنا درك احنا نحتاج المسؤول كي يطلع في بلديه مسؤول يخدم شاف في بلديه لازم يخرج ويراقب ويحط خدامه الناس تخدم ويوقف عليهم واللي يعسوها ما كل واحد عنده شاف يا اخي كل خدامه اخي عنده جروب شاف تاعنا لازم يوقف عليهم ولازم يخدموا كيما لو مال تاع صريدي سمعت تسمع عليها ما سمعتش عليها المهم هو يقول لك يخدم وحسب الشوفه وقاعد يخدم انا ما طلعش لصريدي ولكن سمعت انا سمعت مالغري صريدي بمدينه صغيره مي او قاعد يخرج في التيران هو قاعد يخرج في التيران ومسائل تما والسكان تما الناس الساكنين تاع الحومه تما الشيء كامل يتعاونوا وهنا يجيونا من برا مكترين زربيس تاع الدوار يطيشوا لنا كره هنا نقول لك النقطة تاع اللي شكون يجيو من لي زاريفيست ولا تاع مش لي زاريفيست حتى ولاد نقولها لك حتى ولاد عندنا بيطيش يطيش وما قلتلكش يمكن تاع لي زاريفيست وعلى المعنى يعني ما لقاش وين يطيش برك ما لقاش وين يطيش يجي هو يجي مثلا فيزيتار ما لقاش وين يطيش يطيش في الطريق هي ماما يجي مع ساشية كحلة راك معايا ويهز البوبالة تاعه ويشوف وين يطيشها برك يلقى سلة يحط فيها كاين سلة لو يتلقى ساعة انا شفت عندنا نبا ما تلقى الفنترو يطيش فنترو يطيش خلينا من منا ولا منا كاين ابي اكريه هو صح التساؤل تاعك الوقت تاعك الانشغال تاعك يجيو من الخارج راني معاك يجيو سمع النابه كيما نقولوا حنا مدينه